غادي يكون واحد الحوار مختلف اللي غادي نعرفكم فيه على الطقوس والتقاليد ديالنا حنا طنجة في ليلة 27 ديال رمضان. فولا بغيتو تعرفوا خليكم معنا. انني كانوا زينون وكانوا عملوا لي شدة لي شوية صعيبة على هادي، وكانوا العائلة ديالي فرحوا بيا، كانوا جابوا لي دي كادو، وكنت انا اول وحدة غادي نفطر. كان واحد النهار داز مزيوان، كنا فطرنا يعني هيدا التمر الحليب وداكشي هذا كامل اللي عندنا معروف حنا. كنت فارغ في راسي، وواحد الشعور اللي كنت كنحس به بالفخر قدام عائلتي، حيت هاد الدور هذا واحد الدور مزيوان، وكنت دائما يعني كنكون فرحانه انا جالسه كنشوف راسي، كنبدا نقول هاد يوم المتاعب كاملين اللي عملتهم طلعت يعني طلع مزيوان وتستاهل هاد المتاعب هادو كاملين، وكنبدا نقول خصني يعني نزيد في يعني ان شاء الله يكونوا اجزاء اخرين في الماضي لا يموت ونكون انا فيهم. كنكون فرحانه بزاف، كنكون فخوره ملي كنتفرج يعني غادي نشوفك. بالنسبه للممثل والممثله اللي كنبغي نكون في حالهم كاين رشيد الوالي وفاطمه خير وساره بيرلاس، حيت عندهم واحد الموهبه اللي هي يعني كبيره بزاف، وعندهم بزاف عندهم واحد الخبره كبيره في التمثيل. هذه كانت دموع حقيقيين، حيت كنت كنتخيب لان هذيك الحياه الواقعيه هذيك ماما ديال بصح، واللي كان كيزيد مبكي ديالي هو كنتخايل الصعوبات اللي كيواجهوها الاطفال يعني اللي فاقدين البصر الناسيه ملي كيكونوا في الشوارع اللي كيكون خطير بزاف. بالنسبه لاكثر واحد في بلاطو كان قريب ليلي بالنسبه للممثلين، كان اقربهم هو الفنان الكبير رشيد الوالي، كان كيعطيني بزاف ديال النصائح في التمثيل وبزاف ديال الحاجات اللي غادي يفيدوني، وكاين حتى المخرج اللي كان قريب ليلي بزاف كنا كنشطو، وكاين ساره بيرلس حتى هي كانت قريبه ليلي. صراحه انا كنت كنحس بلي ان هذيك بصح ماما يعني ولا بغيت نتقمص الدور خصني نكون يعني حاسه بداكشي هذا كامل اللي واقع. فانا ملي كنكون كنتفرج كيأثر فيا الدور، وكنبدا نبكي حيت يعني كنبدا نقول مسكينه رحمه هي دابا في الغابه جالسه كدور، وبزاف ديال الحاجات يعني كنبدا نتخيلهم باش وكنبدا نبكي في الدار. ملي كنخرج مع ماما ولا مع بابا ولا مع العائله كنحس بواحد الفخر كبير، حيت الناس عجبتهم في الماضي لا يموت، وكلشي كيبدا يتصور معايا، كلشي كيفرح بيا كيقول لي برافو عليك عرفتي تجسد هذا الدور. بعض المرات كيبداو يعيطوا لي رحمه، وكاين اللي كيعيط لي يعني لينا باسمي الطبيعي، وصراحه كنكون بعض المرات يعني فرحانه ملي كيقولوا لي رحمه، حيت كنتوقع لانهم عجبهم الدور ديالي. انا فرحانه بزاف حيت كاين بزاف ديال الفنانه اللي كيبارطاجيو مشاهد ديالي في لي ستوري ديالهم، وكيسردوا لي بزاف ديال الميساجات ديال الشجاع، واخرهم الفنانه منى فتون، فنانه كبيره منى فتون اللي سردت لي واحد الميساج اللي قالت لي فيه بلي انا فخوره بك والدور مزيون بزاف، وكنبغي نهنئك وكنبغي نوجه لها واحد التحيه كبيره، وكنبغي نقول لها شكرا بزاف على الميساج ديالك. من بين الادوار اللي كنتمنى انني جسدهم الادوار كوميك، حيت كيعجبني بزاف هاد الشهاده ديال التحت، ويعني كنقول ولا مثلت في هذا الدور هذا نقدر انني نعطي اكثر. وانا دائما يعني في قصص الصراحه كنبدا نضحك صحابي وما كيضحكوني بزاف ديال الحاجات. حاليا كاين واحد الفيلم سينمائي مع المخرج محمد الحسيني اللي هو تاج الموسم، باقي ما تعرض يعني حيت كيف ما كتعرفوا كاين هذا الوباء هذا، السينمات مجدودين عليها ما يمكنش ان تنزل،
وملي ينزل ان شاء الله نتمنى انه يعجبكم. بالنسبه للتمثيل فهو هوايه، انا يعني مش غير متفوقه في التمثيل، متفوقه حتى في الدراسه ديالي الحمد لله، والدراسه هي اهم حاجه عندي حاليا، حيت الا ما كانتش الدراسه ما نقدرش انني نمثل، ما نقدر نعمل حتى حاجه، حيت القرايه ولا بغيتي تكون اي حاجه في المستقبل كيطلب منك الدراسه.